زي ما انتوا عارفين الصخور الجوفية من خلال دراستكم للبترولوجي بتتميز بان هي كورس كريستالاين يعني متبلورة، بينما الفولكانيك روكس فاين جرين، وان بتوين الدولورايت ده بيكون بورفيريتك، بمعنى ان فيه فينو كريست امبيدد ان فاين جرين جراوند ماس، يعني بلورات كبيرة تاخد شكل مستطيل مربع معين ايا كان، مطمورة او مغموسة في ارضية دقيقة الحبيبات. البازلت زي ما اتكلم الدكتور شحاتة وشرح له كل التكوين والاصل بتاعه، ده نتيجة فولكانيك اكتيفيتي، نشاط بركاني، لان في ماجماتيك اكتيفيتي اللي هو النشاط الصهيري وفي فولكانيك اكتيفيتي. وطبعا البراكين زي ما انتوا عارفين لما بتطفى بتطلع لي اجلومرت ولابيلي وبيبلز احجام مختلفه، والبايروكلاستيك اللي اتكلم عنها الدكتور شحاته. ويمكن انتوا شفتوا البركان بتاع ايسلندا لما حصل طلع حادث مع الرماد والغبار البركاني، ده طفح فوق خالص لدرجه ان عطل الحركه الجويه في اوروبا كلها، مع ان البراكين دي قد تسبب تدمير وخراب الا انها مفيده للقشره الارضيه لانها بتطلع بمعادن وعناصر نادره مش موجوده على سطح الارض، بتطلع من باطن الارض من خلال العنق البركاني ده وتعمل انريتشمنت للصويل، اقتناء للتربه بالعناصر النادره اللي هي مش موجوده فيها اصلا. اللايمستون زي ما اتكلم الدكتور رمضان له برضه ايكونوميك فاليو، قيمه اقتصاديه. انتوا عارفين البازلت بنستخدمه اقتصاديا، اللي هي الحجاره اللي بتتحط بين قضبان السكه الحديد اللي بيطلق عليه بالبلدي الزلط الاسود، انما هو صخر اسمه صخر البازل. شوفوا بقى خطوط السكه الحديد في مصر قد ايه، وكميه البازلت اللي بيضع فيها، يبقى اذا هو له استغلال اقتصادي. بالاضافه لللايمستون اللي ذكره الدكتور رمضان، اديكم شايفين المحاجر والبلوكات اللي شغالين بها بنا دلوقتي، يعني بدات الناس تستعيض عن الطوب الاحمر والطوب اللبن بالبلوكات والمحاجر، استغلال اقتصادي، لان ربنا خلق الحاجات دي مش خلقها كده بهزر ده عشوائي، ولكن لها وظائف في تثبيت الارض، في مكونات الارض لها وظائف، في استخدام الانسان لها. والجبال دي ده خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وليست ظاهره كونيه، ربنا خلقها كده وبتتحرك ولكن لا نكاد نلمس حركتها، هي من صنع الله عز وجل، وربنا خلقها للعبره والعظه، ولكن يوم القيامه هنلاقي الجبال دي تتنسف خالص. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. هنخلينا مع الدكتور عمر ليدلي بدلوه عن الجانب البايو.